أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، ويسرنا أن نلتقي عبر الفيس تايم مع الأستاذ فهد حمود القريفة، مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق بلدية الجهراء. راح يكون حديثنا عن طريقة العمل المتبعة ببلدية الجهراء لتجنب تفشي فيروس كوفيد 19. حياك الله أستاذ فهد، الساعة المباركة، شكرا لقبولك دعوتنا. حياكم الله، الساعة المباركة. بالبداية سيد فهد، شنو هي الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي طبقتوها لتجنب انتشار فيروس كوفيد 19؟ طبعا أول شيء أشكركم وأشكر كل قائمين على البرنامج. أما بالنسبة للإجراءات الاحترازية الوقائية التي تم تطبيقها، فهي طبعا تنحصر في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوعية جميع المواطنين والمقيمين بفيروس كوفيد 19 كورين، وذلك بالتطهير المستمر ولبس الكمامات والكولز والعمل على التباعد طبعا الاجتماعي وعمل التوعيه باتخاذ الحيطه وابتعاد عن مصادر العدوى والتزام القرارات الوزاريه الصادره. نعم، استاذ فهد الله يعطيكم العافيه، احنا عارفين المساحه الجغرافيه الاداريه لمحافظه الجهراء، يعني لابد انها صاحبه جولات ميدانيه طوال هذا العمل. بدايه، هل تشاهدون التزام العاملين بالاسواق بتطبيق الإجراءات اللي تفضلت فيها الاحترازية والوقائية ضد عدوى فيروس كوفيد 19؟ طبعا في بداية جولاتنا مستمرة طبعا ميدانية طوال اليوم، من خلال طبعا جولاتنا نشاهد معظم العاملين من الأسواق بالتزام بوضع مطهرات في جميع مناطق الأسواق، وقوف بعض المتطوعين الله يعطيهم العافية، وهذه ما هي قريبة عليهم، والموظفين بالأسواق قياس درجات الحرارة المرتدي السوق والتأكد من سلامتهم وعدم السماح لدخول السوق لأكثر من عدد محدد ولبس القفازات والكمامات. نعم، ودنا نتكلم شوي عن حملاتكم المتواصلة لمراقبة النظافة العامة في الشوارع وطرق التعامل مع المخالفات إذا كان في أحد مخالف. طبعا بالنسبة حق الحملات المتواصلة بالشوارع والطرق، طبعا الوقوف على مدى الالتزام من تعامل معهم سواء من عمال او شركات متعاقده مع البلديه في تطبيق كافه التعليمات وعدم التقاعس، ويتم عمل طبعا مخالفات مباشره بواسطه صادر مفتشي النظافه لمن لم يلتزم بجميع الاجراءات واتخذ القرارات الوزاريه في هذا الشان. نعم استاذ فهد، يمكن اثناء حديثك قاعد نشوف بعض خلينا نقول الاجراءات اللي قاعد تسوونها تؤدي عملها في عمليه اشغالات الطرق. استاذ فهد، يعني ايضا اللي نعرفه ان في الجهره في لها خلينا نقول امتداد حدودي في مناطق جغرافيه الى جانب الاسواق الى جانب بعض خلينا نقول المناطق الجديده الحديثه، قدرتوا تغطونها كلها استاذ فهد؟ قدرتوا تحصرون المخالفات اللي فيها؟ طبعا مثل ما تفضلت، بالنسبه حق الجهره هي طبعا تاخذ بقعه جغرافيه كبيره على مستوى دوله الكويت، تشكل اكثر من نسبه 60% من مساحه الدوله الممتده من سواء من العبدلي الى السالمي الى طبعا الى منطقه شبد، ايضا مناطق هناك مناطق سكنيه وزراعيه واستثماريه وايضا نموذجيه وشعبيه، وايضا هناك طبعا مواقع كبار المقاولين في هذه المنطقه. المنطقه طبعا مثل ما تفضلت كبيره، تقوم بعض المخالفات التي تكون عند بعض من لم يلتزم في بعض لبس الكمامات والكروز وعدم التزام بعض اصحاب الاسواق بعدم وضع مطهرات او ادخال عدد اكثر من اللازم لدخول بعض الاسواق. نعم. او عدم التزام طبعا بمواعيد قلق السوق، وخاصه في اسواق المنشات الغذائيه التي قد يحدث طبيعي يكون عندها بعض الازدحام. نعم، استاذ فهد، ودنا نتعرف على انواع المخالفات اللي قد يقع بها بعض الباعه في المجال التجاريه والمنشات الغذائيه. طبعا بالنسبه لتعاون شباب معنا في هذه الاعونه، فلا بس من عملهم طبعا نشكرهم ونذكر وزعتهم، وهذه من قريب عليهم ما تفضلت، وبذلك كل ما لديهم من طاقه لخدمه الكويت الحبيبه تحت راي سيدي صاحب السمو امير البلاد المقدم والعهد الامين وحكومتنا الرشيده. نعم، يمكن هؤلاء الشباب استاذ فهد، حضرتك على راس القطاع في البلديه النظافه واشغالات الطرق، شلون شفت اجتهاد هالشباب اللي تفضلت فيهم الاعتماد عليهم لما تكلفونهم في مهام في جولات تفتيشيه، شلون نقدر نقيم جهود الشباب الكويتي العاملين معكم؟ طبعا للمناسبه هذه انا اشكرهم، وهذه ما هي قريبه على
فزعة أهل الكويت في هذا الجانب، بداية طبعا ما حصل طبعا كوفيد 19 اللي هو طبعا كورونا، في بداياتها كانت هناك فزعة كبيرة من الناس، الكل وده يشارك في هذا الجانب. الأمانة لمسنا من شباب وعي كثير وفزعة، طبعا بعضهم أخذوا من حماس لكن تم تنظيمهم وعمل كنترول لهم في هذا الجانب. طبعا هناك ليس فقط الشباب الكويتي، أيضا هناك وزارات الدولة بشكل عام من وزارات الصحة والداخلية والإشغال والتجارة، الكل الأمانة يساعد في هذا الجانب. نعم، بما أنك ذكرت هذه الوزارات نودنا أيضا تعرف على الجهات اللي تساندكم في عملكم اليومي. طبعا احنا ملتزمين بخط مستقيم، احنا وطبعا وزارة الداخلية للأمانة انا اشكرهم في عن طريق عبر أثير عن طريق برنامجكم مقر، بأن وزارة الداخلية للأمانة قامت بمجهود كبير طبعا بالنسبة تعاونها مع البلدية في هذا الجانب، كنا منتشرين في جميع الأماكن اللي كان هناك الحظر كلي، كنا ملتزمين في الدوارات والأماكن دخول طبعا بعض المطاعم اللي كان فيها الدليفري، وتم قياس طبعا الحرارة وتم قياس بعض التزاماتهم في هذه بخصوص التدعيمات اللي موجودة صادرة ضد هذا المرض. نعم أستاذ فهد القريفة، يمكن للي قاعد يتابعنا الآن من أبناء محافظة الجهرة قاعد يشوفونا الآن مساء الخير يا كويت، وحضرتك على الهواء مباشرة، عند مجموعة ملاحظات، عند مجموعة شكاوى، سواء في خلينا نقول الجانب اللي يخص المواد الغذائية أو حتى إشغالات الطرق، شلون الطريقة للتواصل معكم لإيصال هالملاحظات وهالشكاوى أستاذ فهد؟ طبعا احنا في بداية الـ 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 المرض اللي موجود اللي حصل فيه على مستوى العالم، عندنا طبعا هو قبل المرض عندنا جروبات نتواصل مع الجميع، ايضا عن طريق التواصل الاجتماعي بشتى طرق، عن طريق تراس الكتروني او الخط الساخن اللي موجود عندنا، باتخاذ كافه الاجراءات اللازمه والعمل على تدوين اي ملاحظات او شكاوي والعمل فوري لحلها. سامعنا دكتور الان موجود، اذا يحضرك الان الرقم الواتساب او شيء نعلن على الهواء. صوتي يقطع. نعم استاذ نعم. فهد اذا عندك الرقم الان للتواصل اللي خاص في محافظه الجهرة. الرقم طبعا عندنا التواصل عن طريق التواصل الاجتماعي، سواء عن طريق تويتر او عن طريق الواتساب، ايضا هناك الرقم ساخن اللي هو 139 عن طريق التليفون البدال الخط الساخن، وطبعا الجماعه شغالين على طول، واحنا طبعا يوميا نقوم بجميع الملاحظات اللي موجوده ويتم العمل اللازم لها. نعم أستاذ فهد كل الشكر لك على هذا اللقاء، يعطيك ألف عافية، شكرا لك. إذن أكيد متواصلين معكم مشاهدينا ولكن بعد هذا الفاصل.